تحت شعار دعم استراتيجية التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، انعقد الملتقى الأول لغرفة التجارة وقادة الأعمال بالمغرب العربي اليوم الأربعاء بالدار البيضاء بغرض تعزيز دور دول الاتحاد المغربي العربي على المستوى الاقتصادي. الهدف من هذا الملتقى خلق واحد نوع من ثقة في النفس لرجال الأعمال على أنه التكتل والتكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي هي فريضة يفرضها علينا الوقت الراهن وحتمية وليس شعار، ولكي لا يبقى شعارا يجب علينا أن نبادر الأمر بأيدينا، يعني رجال الأعمال أن نخلق فرص التبادل التجاري والاستثمارات وخلق الشغل في كل المناطق للمغرب العربي. الحضور ديال الوزاره وهو حضور لدعم هاد المبادره هذه، لان هي مبادره اللي خدتها غرفه التجاره والصناعه والخدمات بالدار البيضاء وكوزاره وصيه على هاد الغرف هذه، فاحنا كان من الضروري اننا نكونوا حاضرين باش نواكبوهم وباش نبينوا ان الحكومه ككل ووزاره الصناعه والتجاره بالخصوص هي متواجده باش يمكن لها تواكب كي قلت التوصيات ديال هاد اليوم هذا ديال الدراسي وهذا الملتقى، ولكن ايضا مواكبه المشاريع الاستثماريه، المشاريع ديال الشراكات اللي يمكن تخرج من هذا اللقاء. فهذا هو الدور ديالنا، اننا نواكبوا القطاع الخاص باش يمكن له يمشي للامام. هذا الملتقى عرف حضور مجموعة من المؤسسات الاقتصادية في بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بغرض تشجيع التبادلات الاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى تطوير الخدمات. كتشوفوا الحدث اليوم أول ندوة حول الغرف التجارة المغاربية اللي كانت الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء هي أول مكان اللي نعملوا فيها الاجتماع، وإن شاء الله بغينا نديروا هاد لاغينوس سا دوفيان اون ابيتود في كل المناطق المغرب العربي باش نحيوا هاد العلاقات التجارية والعلاقات المبادرات التجاريه بين الدول المغاربيه. مشاركتنا طبعا احنا محفظه ليبيا افريقيا للاستثمار، لدينا استثمارات في العديد من دول الاتحاد المغاربي ودول افريقيا ايضا، وفي مشاركتنا هذه بنوه او بنركز وايضا بنحث على عمليه التطوير والزياده في الاستثمارات المغاربيه المشتركه خدمة لعملية التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري وتسهيل البيئة وتوفير بيئة مغاربية لتشجيع الاستثمار والتنقل التجاري والتبادل التجاري والمالي إن شاء الله. الملتقى إذن سيكون فرصة لرجال الأعمال لمدارسة إمكانيات التعاون وتحقيق الاستثمار وتنمية الأعمال بالمغرب العربي وإمكانية توجيه رؤوس الأموال والشركات الكبرى للعمل نحو إفريقيا عبر دول المغرب العربي.